كنا في الدورة العادية للمجلس الإقليمي خلال سنة 2022، واستعرضنا فيها من خلال عرض قمنا بإلقائه أمام السادة المنتخبين ورئاسة الدورة، تضمن حول قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. هذا العرض تناولنا فيه المرحلة اللي كانت قبل كوفيد والرهانات اللي كانت عندنا والنقط اللي اشتغلنا عليها في إطار الشراكة مع مجموعة من المجالس المنتخبة ومع السلطة المحلية، واستعرضنا من خلاله ذاك الخصاص اللي كان عندنا وكيفاش عالجناه والتجهيزات اللي توافدت على المركز والدور الكبير اللي قامت به وزارة الصحة والدور الكبير كذلك الموازي اللي قامت به الجهات المشاركة شركائنا. ثم تطرقنا في النقطة الثانية للواقع المعاش الآن، اللي هو واقع جائحة كوفيد وما أسدله ستارها على الوضع في الإقليم، إسوة بما تم من خلال المملكة ككل ومن خلال العالم كذلك. تعرضنا للإكراهات اللي صادمتنا في البداية والخطوات اللي تم نهجها على مستوى الإقليم والحزم والإصرار والتجند اللي تم من طرف جميع الشركاء وعلى رأسهم السلطة المحلية والسلطة الصحية وكذلك المجالس المنتخبة، وتجاوزنا هذه المرحلة واستعرضنا من خلالها المكتسبات اللي حققناها على مستوى الإقليم، وهي مكتسبات تنم على أنه تم الاشتغال بجدية وبتفاني وبمهنية خلال هذا الوضع، وضع يعني محرج ووضع كان خطير ووضع شكل صدمة بالنسبة لنا لأول مرة نشتغلوا أمام هذا الوضع الكارثي، هذا النوع من الأوبئة. وتناولنا المكتسبات، كيف قلت، المكتسبات اللي تحققت والنتائج اللي وصلنا لها في الحملة الوطنية للتلقيح، وهي نتائج مشجعة جدا وحثينا الجميع في الأخير على أنه لا بد من تجديد التجند من جديد وتجديد ذيك النفس اللي كنا قاومنا بها الوباء في مرحلة حرجة، خصوصا الآن ونحن مقبلين على واحد المتحور جديد. هذا المتحور اللي هو مجهول المدى، مجهول الخطورة دياله الآن، والحزم والمواجهة لهذا الوباء، وذلك من خلال حث الناس، لا سبيل الا حث الناس لاقبال على الجرعه الثالثه. راه احنا مازال رغم اننا نتقدم في الترتيب في الجهه، ولكن مازال احنا متاخرين عن الهدف اللي بغينا نوصلو له. ضروري انه الناس تدير الجرعه الثالثه، ضروري ان الناس تستجب لهذه التجهيزات اللي وفرنا وهذه الفرق الطبيه اللي وفرنا على مستوى الاقليم، ما تمشيش الفترات العمل ديالها سوداء او تمشي في واحد الفئات قليله، لابد من الاقبال، لان غتجي واحد الفتره اللي غادي يوصلنا الوباء بواحد، غادي يوصل الذروه ديالو في الاقليم بطبيعه الحال، لانه جميع الاقاليم ما غاديش تسلم من هذه الحاله، وغادي يولي الاقبال ديك الساعه الناس تبحث عن طريقه النجاه. اذا من الان حنا ننبهوا الناس ان النجاه والطريقه للحمايه راه هي التلقيح، خاص الجميع يهتف ويسارع على التلقيح ويحث الناس على التلقيح، باش ان شاء الله نكونوا على الاقل وفرنا واحد المناعه واستطعنا انه منين يوصلنا. نحن الان في واحد الفتره مريحه ولكن واحد الفتره غير مضمونه، لانه بدات الحالات تظهر، بدا الاقليم كيستقبل الحالات الايجابيه، راه متوفره الان تتجاوز 10 حالات بالاقليم، وممكن اليوم ممكن تظهر حالات اكثر. لهذا انا من هذا المنبر كما فعلت خلال العرض أدعو الجميع من خلال منباركم وأدعوكم إلى التجند لدعوة الناس باش يقبلوا على الإلقاح على التلقيح ويوفروا الحماية لرؤوسهم ويوفروا الحماية للمجتمع ويرجعوا حتى للكمامة، لأن الكمامة هي السلاح الأساسي، راه الكمامة اللي دايرها الناس لا يستهان بها، لأنها راه هي السلاح الأساسي والأول للحماية الذاتية أولا وحماية الغير. وهذا هو دعوتنا من خلال هذه المسائل هذه، وهذا هو اللي استعرضنا في الجلسة اليوم، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الاتفاقيات، الدعوة إلى تجديد اتفاقيات معينة، والدعوة كذلك إلى خلق اتفاقيات أخرى تتضمن حول مواضيع أخرى، إضافة الأطباء العامون للإقليم من أجل انتشارهم بمختلف المؤسسات الصحية، إضافة بعض الأجهزة، إصلاح بعض المؤسسات إلى آخره. يعني دعونا إلى فتح باب
النهج التشاركي على مجموعة من 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 المواضيع اللي من شأنها باش ترفع من شأن القطاع الصحي وتحسن الخدمات الصحية بالإقليم، يستفيد منها المواطنين وتبقى مكسب للمواطنين في هذا الإقليم في السنوات القادمة إن شاء الله.